إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. من العمل الصالح في هذه الأيام والليالي المباركات وفي كل وقت، يعني في هذه الأيام والليالي المباركات من شهر ذي الحجة، إحياء الليل. ده يدخل برضو مع أو ضمن مفهوم العمل الصالح، والمقصود بإحياء الليل هو ترك النوم للاشتغال بالعبادة، مش ترك النوم كله. يعني الإنسان ينام قدر يستطيع به أنه يقوم الليل، وبالتالي التلت كمان الأخير من الليل، وده معناه إعمار الليل أو أكتر الليل وشغله بالطاعة، كالصلاة كالذكر كقراءة القرآن الكريم، الدعاء لله رب العالمين. فالله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الآية الكريمة بتتكلم عن المؤمنين الصالحين الخاشعين القانتين العابدين اللي بيقوموا يعملوا ده في جوف الليل، وهم في جوف الليل بيجمعوا بين عبادات كتيرة. حذرهم وخوفهم من الحساب وخشية المؤمنين والمؤمنات من العقاب بيجعلهم، ورجائهم في رحمة ربهم بتخليهم يقوموا بالليل يجروا، يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة في جوف الليل بإحياء الليل. فهؤلاء الكمل من القانتين، يعني مثل هذا العابد القانت، لا يستوي بحال من الأحوال مع غير العباد من أهل الغفلة، كما إنه ومثل هذا العابد لا يستوي مع الكافر، كما أنه لا يستوي الطائع مع العاصي أبدا. فإنه يترك بعض النوم، ينام مثلا أغلب الليل نصف الليل ويقوم نصف الثاني أو يقوم تلت الليل الأخير، كل ده كانوا بيعملوه ويفعله الصالحون القانتون الذين يرجون رحمة الله تعالى ويخشون من الحساب يوم القيامة ويخشون من الجزاء على ما كانوا يصنعون في دنياهم. هذا الأنموذج الإنساني الراقي يدفع بهؤلاء الكرام إلى إحياء الليل. إحياء الليل بالعبادة فيه والقيام والتهجد، كل دي يعني أنواع من ألوان إحياء الليل. التهجد لون مختلف ونوع عالي جدا من العبادة، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى كبير للموفقين والموفقات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا يعرف حلاوة إحياء الليل وقيام الليل
إلا من ذاق ذلك، فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. من ألوان إحياء الليل وإحنا بنذكر به في مواسم الطاعات الفاضلة كمثل هذه الأيام والليالي الشريفة، من باب ندوء حلاوة إحياء الليل، ويكون للإنسان قدر من هذا الإحياء. ولا يعني إحياء الليل إن الليل كله أنت بتحييه بصنوف العبادات، لا، حتى أنت لو بتنام زي ما قلنا أغلبه بتقوم، يا بتقوم أوله، وبتقوم وسطه، وبتقوم في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل، كما يعني يتيسر للإنسان. فبنذكر به لأنه من جميل الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، خير أيام الدنيا، وفيها من شريف الليالي ما فيها بما أقسم به مولانا سبحانه وتعالى، والفجر وليال عشر. إحياء الليل بإنشاء مثلا الصلاة فيه، يعني ده من أجل وأعظم العبادات، ففضل صلاة الليل عظيم. ومن ذلك ما ورد في حديث سيدنا معاذ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، لما قال لسيدنا معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني وقاية وحماية من المعاصي والأثام، لأنه إحنا بنصوم عن في الأصل عن الأمور الحلال، ومن باب أولى أن يمتنع الإنسان عن فعل الحرام. فمن أدرك وفقه فقه الصيام فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصوم جنة، وقاية، حماية، حفاظ، لأنه بيدرب الإنسان على كثير من طيب الخصال. من الباب الثاني اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ، قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لذلك تجد في الآيات القرآنية في بعضها اقتران التوبة بالصدقة، فبالتالي الإنسان يسعى بأنه يتوب ويجدد توبته على طول دائما أبدا. وإذا اقترف الإنسان ذنب وتاب يقرن ده بإخراج الصدقة. فطيب الصدقة وما هذه الصدقة يطفئ نار الخطيئة. وصلاة الرجل من جوف الليل، يبقى دي أبواب الخير اللي النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها سيدنا معاذ رضي الله عنه. وبعدين تلا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين الطائعين المتضرعين القانتين الخاشعين الذين يحرصون على مناجاة ربهم سبحانه وتعالى بالليل، ويقومون في جوف الليل يصلون ويذكرون ويقرؤون القرآن الكريم والصلاة، طبعا جمع كل ذلك، لأن الصلاة قرآن وذكر وتسبيح. بين رب العالمين سبحانه وتعالى ما أعده لهؤلاء الكرام من الناس اللي أخبر عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى: الذين هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويبتعدون بل ويفرون. شوف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بتصور لك الحالة النفسية اللي بيبقى فيها هذا العابد القانت، حتى وأنه يجافي فراش النوم ليقوم بين يدي الرب خوفا من الحساب ورجاء في رحمة الله، يتوجهون إليه بالسجود وبالقيام. ده إشارة إلى فضل الصلاة في جوف الليل. ويدعون ربهم خوفا وطمعا، وفي موضع آخر يسألون الله تعالى النجاة من النار. يهرعون إلى الصلاة، يدعون ربهم من خيري الدنيا والآخرة خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، وهم في نفس الوقت ما بيبخلوش بالنعم اللي ربنا أفاض بها عليهم، بل هم أهل إنفاق، ينفقون بعض ما رزقهم الله ابتغاء مرضاته جل في علاه.
هؤلاء الكرام سيفرحون يوم القيامة فرح كبير، سيفرحون يوم القيامة بما أعد الله لهم من ثواب، لأن معنى قرة أعين، القرة اسم لما يحصل به القرير، يعني اسم لما يحصل به الفرح، لما يحصل به السرور، وده لامتلاء أعين هؤلاء الكرام يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم أمين أجمعين، لامتلاء أعينهم يوم القيامة برؤية ما يبهجها ويسعدها في أكمل وأبلغ صورة فوق ما يتصورون، لأنه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أجل وأفضل صنوف إحياء الليل الصلاة، الصلاة في جوف الليل هي من أفضل العبادات، لأن فيها زي ما قلنا مجتمع في الصلاة الذكر والتسبيح، أنت بتذكر وبتسبح وبتقرأ القرآن الكريم وتدعو المولى سبحانه وتعالى، وعندك موضع الدعاء في السجود وهو من المواطن التي بيجاب فيها الدعاء، كل ذلك مجموع في الصلاة. لذا سيدنا الحسن البصري رحمه الله يقول: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل، أقوى شيء يتقرب به العبد إلى مولاه في إحياء الليل الصلاة، التطوع بالصلاة في جوف الليل. فلما سئل سيدنا الحسن البصري: أنت ليه بتقول كده؟ فقيل له: أنت بتقول هذا الكلام وما بال المجتهدين أحسن الناس وجوها، يعني أنت بتقول أشد حاجة وأقوى شيء يتوجه به العبد إلى مولاه والصلاة في جوف الليل. فسألوه طلبة العلم: ليه اللي بيقيموا الليل هم أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. يا سلام، هذا هو بعض من فضائل قيام الليل، وده بعض من الألوار اللي ذاقها أهل العرفان كسيد الحسن البصري، فهو يتكلم من باب أنه ذاق فعرف. وده هذا الكلام في شأن قيام الليل في عموم الليالي طوال العام، فما بالنا في هذه الأوقات الشريفة اللي ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها رب العالمين، التي هي أوقات المواهب، العطايا، المكروبات، المكرومات، أوقات الرحمات والفيوضات من رب الأرض والسماوات، وقت العطاء اللي بينبه إليه الرحمن عشان لنجتهد ونجد في هذه الأيام المعدودات، في هذه الأيام المعلومات، لنجتهد أن نذوق فيها حلاوة إحياء الليل وبالذات الصلاة في جوف الليل. نحيي الليل بشتى الطاعات على قدر طاقتنا، وأعظم ألوان ما نحيي به الليل الصلاة في جوف الليل، لأنه بيجتمع فيها كل العبادات، فبنحيي على قدر طاقتنا البشرية في إحياء الليل، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، فضل إحياء الليل معلوم إنه فضل عظيم وليه درجات كبيرة جدا، يعني فيها تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إحنا عندنا درجات إحياء الليل بينها ووضحها حديث نبوي شريف رواه لنا الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. إيه معنى الحديث اللي جاي في قيام وإحياء الليل؟ طبعا الحديث فيه حث وترغيب في إحياء الليل وبيان فضل إحياء الليل بالصلاة بالذات. وأنا ممكن أحيي الليل بغير الصلاة؟ نعم،
ممكن تحيي الليل بالذكر، قاعد تذكر، قاعد تقرأ القرآن، كل دي من ألوان العبادات التي يتقرب بها العبد القانت لمولاه في جوف الليل. قمة الأعمال الصالحة لإحياء الليل في جوف الليل الصلاة، لأنها بتجمع كل الأعمال دي، بتجمع القرآن، بتجمع الذكر، بتجمع التسبيح، بتجمع الدعاء، بتجمع الخشوع والخضوع وحضور العبد بمجرد الله أكبر، أنه دخل في هذه الحضرة العلية، إنه متصل في هذه الصلاة بمولاه جل في علاه. فالإنسان المؤمن إذا قمت تصلي بالليل، فربنا قدرك تقرأ 10 آيات لم تكتب من الغافلين، لم تكتب من الغافلين الذين لا يقومون بالليل ولا يذكرون الله فيه. شوف بقى المستويات بتاع إحياء الليل. أول درجة عشان ما نكتبش من الغافلين، على الأقل يبقى إحياء الليل ده في جوف الليل بالصلاة على الأقل ب10 آيات. أنت مثلا بتقرأ الفاتحة في كل ركعة، فعلى الأقل هتجيب ال10 آيات كده كده. هتقرأ المعوذات مثلا الثلاث، عندك المعوذات الثلاث، 4 آيات في 5 آيات في 6 آيات، هتجيب هذا القدر من أو هتوصل ل10 آيات. فده القدر الأدنى اللي لما الإنسان منا يقوم به في جوف الليل لا يكتب من الغافلين. والحديث نقلنا للمرتبة الوسطى اللي هي الثانية، إذا قام الإنسان يصلي فقرأ 100 آية كتب ذلك من القانتين، يعني من الخاشعين المتعبدين. 100 آية من القرآن يعني كتب، أو كتب لك أجر وثواب قيام يعني هذه الليلة كاملة، الله تعالى أعلى وأعلى. ولكن بنص الحديث إنك من القاطعين، من القانتين، من الخاضعين، المخبتين، الخاشعين، المتوجهين لمولاهم، المتبتلين. طيب أنا أقدر أقرأ 100 آية، في 100 آية طويلة وفي 100 آية بتكون قصيرة، يعني مثلا سورة الواقعة 96 آية، وانت هتقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات قيام الليل، سواء هتقوم القيام المسنون عن حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، انه ما كانش بيزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، او انك انت هتصلي ركعات يعني مثنى مثنى اللي ربنا يفتح بيه عليك، فتقدر تقرأ سورة الواقعة وهي 96 آية ومعاها فاتحة الكتاب، مجموع ده كله هتكون عديت 100 آية، فتبقى من القانتين. ومن زاد فثوابه وأجر على الله، لأن إذا كانت الآية قصيرة كلماتها هتبقى قليلة، بالتالي أنت بتاخد على كل حرف الحسنات، والحسنة ب10 أمثالها. لما تكون الآية طويلة الحسنات هتكتر، والحرف ب10، وانت بتاخد الحسنة ب10 أمثالها، وهكذا. وبيتضاعف للعبد المؤمن على قدر إخلاصه في صلاته، في قراءته للقرآن. فإحنا بنساعد الناس، بنقول سورة الواقعة عددها كذا، من أراد أن يقرأ الآيات الطوال فليقرأ وليدعو لنا بالخير، لكن احنا بنحاول الناس اللي وقتها ضيق فتظفر برضو، وعلى قدر الإخلاص بيكون العطاء من الله للعباد جل جلال الله. والمرحلة الثالثة المذكورة في الحديث، المستوى الثالث، إنه إذا قام العبد يصلي وقرأ في قيام، في إحياء الليل، في صلاته في جوف الليل، فقرأ ب1000 آية. إذا قمت تصلي وقرأت ب1000 آية في جوف الليل، في قيام الليل، في إحياء الليل، كتبت من المقنطرين. وكلمة المقنطرين بتضبط بفتح المقنطرين، بفتح الطاء وبكسرها كذلك، لكن هي بالفتح هو الأقوى لغة عند العرب. والمراد بها المقنطرين دون اللي أعطوا قنطارا من الأجر، يعني بيكتب لهم المولى سبحانه وتعالى قنطار من الأجر والثواب، أجر كبير عظيم جدا لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. فيكون أجر
ذلك المصلي في جوف الليل اللي وفق للقيام بقراءة 1000 آية في صلاة الليل، هيكون أجره كمان على قدر خشوعه وقراءته، فيعطى بالقنطار اللي بيدل على عظيم الفضل والعطاء والأجر وعدم محدودية الأجر ده. وفي برضو في اللغة رواية تانية نحن نقول مقنطرين بكسر الطاء، يعني اللي بيطلبوا القناطير من الأجر، وبالتالي سواء على الفتح أو الكسر يبقى من المقنطرين اللي بيعطوا جزاء عظيم، ومن المقنطرين الناس اللي هي طالب الثواب الذي لا حد له. وساعد العلماء طلاب إحياء الليل بأنه قالوا لنا أنه من أول سورة الملك حتى ختام القرآن في العد يعني عبارة عن 1000 آية. فاللي عايز يكون من المقنطرين والمقنطرين في إحياء الليل بأنه هو يقدر يقوم 1000 آية في صلاة الليل، يقدر يقرأ من سورة الملك إلى ختام المصحف في هذا العد قرابة 1000 آية. ولأن الشريعة العظيمة دي رحمة كلها، خير كلها، عدل كلها، لا تحرم أحدا يرغب في فضل وثواب، وبتراعي أحوال الناس اللي مشغول واللي بيروح واللي بيجي واللي عنده أعمال واللي وقت الليل عنده قصير واللي أغلب وقته هو في عمل واللي مجهد من أعمال واللي مجهدة في رعاية الأطفال واللي عنده مشاغل كثيرة جدا. الشريعة بتساعد كل الناس على إنه كل واحد منهم يجتهد على حسب طاقته. وتجد نوع آخر من الأنواع اللي ذكرتهم الشريعة عن فضيلة قيام الليل لمن لا يستطيع إحياء الليل، وفي نفس الوقت هي مشجعة، يعني اللي عايز الكمال هيعمل ده وزيادة هيجتهد، لكن هي الشريعة الغراء لا تترك إنسانا يريد كمالا إلا وبتديله الوسيلة والمعونة اللي يقدر إنه يعني يسلك فيها ويرجو رحمة ربه ويرجو العطاء ويرجو ذلك الموعود من المولى سبحانه وتعالى لمن يقومون ويقومون بإحياء الليل. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا فقال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. اللي بيصلي العشاء في جماعة زي اللي كأنه أقام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الحديث ده بيفتح آفاق من الرحمات بالبشر، وفي نفس الوقت آفاق من الاجتهاد. الحديث ده بيرويه التابعي سيدنا عبد الرحمن ابن أبي عمرو، وهو بيرويه عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنهم جميعا. بيقول دخل المسجد، بيحكي عنه انه سيدنا عثمان دخل المسجد، عبد الرحمن التابعي الكريم بيحكي عن سيدنا عثمان انه دخل الى المسجد بعد يعني صلاة المغرب، وقعد وحده بينتظر دخول وقت صلاة العشاء عشان يصليها في جماعة. فعبد الرحمن التابعي بيقول فقعدت اليه، يعني عايز يقول لنا ان هو قعد جنبه عشان يتعلم، ده سيدنا عثمان بن عفان، فاراد ان يجلس بجواره ليقعد ويتعلم منه ويساله عن سبب جلوسه مبكرا وانتظاره لحضور صلاه العشاء. فسيدنا عثمان قال له: يا ابن اخي، او يا ابن اخي، من باب التقريب والتودد اليه، وبيقصد بذلك اخوه الاسلام لا اخوه النسب. فبيقول له سيدنا عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، أي أجره، أجر اللي بيصلي صلاة العشاء في جماعة، صليتها مع أهل البيت، صليتها في المسجد في جماعة، الكلمة مطلقة طبعا بتنصرف أولا إلى الصلاة بالمسجد، وبتنصرف إلى معنى الجماعة في أي مكان. افرضوا عمال صلوا مع بعض واستحضروا هذه النية، مجموعة من الأصدقاء كانوا في زيارة وصلوا مع بعض صلاة العشاء جماعة، أجر هؤلاء
كأجر من اشتغل بالعبادة من أول الليل إلى نصف الليل، كان كمن أحيا نصف الليل، أحياها بالصلاة وأحياها بالذكر. وبعدين تتمة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يعني أجر اللي أدرك صلاة الصبح في جماعة، صلاة الفجر يعني، أجر من اشتغل بالعبادة الليل كله، فأحيا الليل بالصلاة والذكر. أجر صلاة الفجر في جماعة ضعف أجر صلاة العشاء في جماعة، وكل منهما خير، وإن كل منهما يقوم مقام يعني نصف الليل، وإن اجتماعهم يقوم مقام ليلة، إحياء ليلة كاملة. يعني اللي صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وده واضح في رواية أبي داود والترمذي، يقول: من شهد العشاء في جماعة، من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة، يعني ليلة كاملة أحياها، خد ثوابها. ففضل ربنا عظيم. أنا النهاردة مش قادر أحيي الليل، لكن أقدر أدرك الجماعة في صلاة العشاء، أدركها في صلاة العشاء، أدرك صلاة العشاء جماعة، وأنا مستحضر نية إنه اللي بيصلي العشاء في جماعة كمن أحيا نصف الليل، وأدرك صلاة الفجر لأن اللي بيقوم بيشهد صلاة الفجر جماعة زي اللي أحيا الليل كله، وضميمة الاتنين لبعض كمن أحيا بياخد ثواب إحياء الليل. فهذا فضل عظيم. يعني شوف الشريعة بتدينا وسائل كثيرة نتقرب بها إلى مولانا، فما أحرى بنا إن احنا في هذا الزمان الشريف يعني نتقرب بهذه القربات وبتلك الطاعات. صحيح كمل لذلك الإنسان من صلى صلاة العشاء في جماعة، وقام بعض الليل، وأدرك صلاة الفجر في جماعة. أكيد كلما زاد اجتهاد العبد في الطاعات وفي قراءة القرآن وفي الأذكار وفي الصلوات وفي الإحسان قدر طاقته، يعني ده طريق لا نهاية له. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا من الموفقين والموفقات. هذه الأحاديث الطيبة هي جاية تبين أو في بيان ده حظ وترغيب في إن احنا نحافظ المحافظة على صلاتي الصبح والعشاء في جماعة، لأن دول ليهم فضل عظيم. ليه؟ طبعا بنواظب على كل الصلوات قدر طاقتنا، لكن بالذات صلاة العشاء وصلاة الصبح. ولعل التخصيص ده للعشاء وليه الصبح بهذا الفضل للمشقة اللي موجودة في حضور المساجد في الوقتين دول، من طبعا ان ده وقت ليل، اما ده اللي هيصلي العشاء في جماعة، ده وقت راحة الانسان او سكون الانسان في بيته، أو غلبت النوم على الإنسان في وقت صلاة الفجر. فمغالبة الإنسان للنوم ومغالبة الإنسان للخلوات بالأهل، أو مغالبة الإنسان للانشغال بباقي الأمور الحياتية لشهود صلاة العشاء جماعة وشهود صلاة الفجر جماعة، لهما هذا الفضل اللي بيقوم بيهم في جماعة كمان أحيا الليل كله. نسأل الله سبحانه وتعالى ونرجوه أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من عتقاء يوم عرفة، واجعلنا من المرحومين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. وانصر أمة حبيبك على نفسها وعلى عدوها بسر اسمك العظيم الأعظم وبجاه سيد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. وألقاكم بعد هذا الفاصل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون. معلش احنا امبارح عشان كان في أسئلة وفي أسئلة من قبل كده، فمش هناخد تليفونات النهاردة، نجاوب بس على الأسئلة اللي معانا، وإن شاء الله غدا ناخد تليفونات حضراتكم. كانت في دعاء بتسأل امبارح وأنا أجلت سؤالها، بتتكلم عن ان هي حصل طلاق وتوثيق الطلاق، وبعد كده لما رجعوا راحوا للمأذون ورجعها، وبعدين قالت عمل وثيقة ومش وثيقة، مش الإجراءات اللي هي المعهودة في بلادنا. فأنا حاسة ان الوضع ده دعاء، عشان كده أنا أجلت أفكر في الأمر وبرضو أستفهم إيه الوثائق اللي حضرتك كنت بتسألي فيها. يعني أنا بالنسبة لي هذا الوضع غير منضبط وفي نوع من التلاعب، والمقرر والمعلوم ان الطلاق حضوريا ده عند المأذون، يعني على انه هو قائم على الابراء، ان انت هتبريه من كل حاجه بيحتاج لما ترجعي لهذا الزوج مره تانية الى عقد جديد يا صاحبه السؤال، وده اللي عليه الشرع والقانون. ولابد ان اللي انا شايفاه في الحاله دي لازم نروح لنذهب الى دار الافتاء المصريه للبت في هذه المساله. ودايما نقول انه مثل هذه المسائل امرها خطير، لانها متعلقه بعقد من اخطر العقود في الشريعه الاسلاميه، وهو عقد الزواج. فالمطلوب الاهتمام بهذا الامر وسؤال دار الافتاء المصريه عما فعله هذا المأذون بالتنسيق مع زوجك هذا، لانه الصوره اللي حضرتك بتحكي عليها دي فيها نوع من التلاعب لغرض ما. ايه الغرض؟ السؤال بقى الاجابه عندكم بعد التباين والتثبت من دار الافتاء. بالنسبه للاستاذه فاطمه، فبتقول ان هم عندهم الزوج يعني عنده الزهايمر، ومش عارفين هم هي والولاد يعملوا ايه في مساله الاضحيه، وهم ما معهمش ان هم يضحوا بصفة شخصية، لكن هذا الزوج يعني في درجة من درجات الزهايمر. طبعا صاحبة السؤال عشان نعرف حضرتك بتقولي ازاي نتصرف في المال بتاعه، وازاي لو حبينا نعمل اضحية او ما شابه ذلك كيف يكون التصرف. اولا احنا بننظر لدرجة مريض الالزهايمر، لانها درجات، يعني مثلا بيروح لوعي ويرجع تاني، ولا العملية فيها أقصى أنواع صور الألزهايمر، ولا إيه وضع بالظبط. فده طبعا بيحتاج فيه تقرير طبي. إذا كان شديد، يعني إذا كان درجة الألزهايمر شديدة جدا، فبيجب جعل الولاية المالية محددة، تكون محددة من جهة القانون، النيابة الحسبية، عشان تصح التصرفات شرعا وقانونا، وعشان ما يحصلش مشاكل ما بين حضرتك ما بين الأولاد. فبنقترح باستشارة محامي عشان نرشدهم، أو إن هو يقوم بالتوجيه إلى ما يحقق المفروض يتعمل والمطلوب، ويضمن الحقوق اللي المفروض تكون موجودة، ويرفع أي نوع من أنواع النزاع فيما بينكم، فيضمن مسألة الحقوق بنوع من البينة والوضوح، على أساس
تبقى الولاية ولاية على المال نوع من التنظيم، عشان مش كل واحد يتصرف فيها باقتراح من عند نفسه. ولو كان الأمر حتى يعني إيه إنه تتفقوا يكون ويقوم بتوثيق هذا الأمر رفعا لأي نوع من أنواع النزاع اللي ممكن يكون في الحال بعد كده، وإلا سيخضع الأمر للولاية على المال كما زي ما قلنا لحضرتك وأشرنا، وما بيحدد ده القانون من خلال النيابة الحزبية. وحتى يتم هذا التنسيق القانوني عشان الترتيبات المالية اللي هيتم التعامل عليها، يتم إن احنا لا ننفق من ماله إلا في علاجه وطعامه، الضرورات اللي هي بالنسبة له، وما زاد عن ذلك وأردتوا أن أنتوا تتطوعوا بيه اعملوا من الأموال الخاصة بتاعتكم، يبقى أنتوا هتتطوعوا بيها مش تتلاعبوا، أو أن احنا نقعد نتحكم في أموال من عندي أنفسنا كده يا ست فاطمة. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله في كان سؤال متبقي من قبل كده إن شاء الله نجاوب عنه، ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك اهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. يبقى سؤال من ضمن الاسئله اللي جت في خلال الاسبوع الماضي ولان لم نتمكن من الرد عليها. الاستاذه دينا عندها بنات وعايزه تختار نوع الجنين عن طريق الحقن المجهري، هل يجوز لها ذلك؟ ما عليه الفتوى في ديارنا انه هذا الامر جائز فقط على مستوى الافراد، لا ان يكون ذلك الامر حاله عامه إنه مباح يعني بشكل عام، حتى لا يختل التوازن اللي ربنا سبحانه وتعالى أقام وأنشأ عليه الكون من تنوع وجود الإناث والذكور. وده وإحنا بنؤكد على ضرورة إنه الإنسان دائما أبدا يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، فيستسلم كده لقدر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله وقدره. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا أهلا لقبول الدعاء. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله
حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشف. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.